FM émission impossible مع برهان. التسعة واثناشر دقيقة تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو. نحب نذكر لي ضيفنا باش يكون الاستاذ جلال الهمامي المحامي في قضية انستالينغو، محامي محمد علي العروي، باش نفهموا الملف هذايا وباش نفهموا ابعاد وخلفيات مواصلة ايقاف محمد علي العروي وتفاصيل ملف قضية انستالينغو. اونتر تون لي دوسي دو ليكران مع غفران بينوس. باش نحكي على فاجعة صارت نهار الجمعة نهار السبت بلوتو في الكيف، عاون الديوانة اللي حرق مرته بالبنزين، يعني سكب عليها مادة البنزين، وقالوا انه اقتحم المدرسة الاعدادية اللي تقرأ فيها بنته، حاول يعني محاولة لحرقها. الناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكيف كان دخل يعني في عدة اذاعات ونفيل، قال انه صحيح يعني العاون اللي يشتغل يعني بالسلك ديوانة يعني قام بإحراق زوجته، سامحوني يعني الموضوع هذا يسر ويقلقني أنا يعني على المستوى الشخصي، ولكن قال ما حسب الأبحاث الأولية ما فهمش منها حكاية إنه مشى للمدرسة بش يحرق بنته. مشكلة في الجرائم هذه اللي تكررت واللي أصبحت، لكن معليش ما نعرفش في تقديركم شنو السبب اللي أخذت ولا ترانت توا وكذا والمنظمات الحقوقية دخلت على الخط رغم الجرائم القتل. هذه جرائم يومية تقريبا في بلادنا ولات مراد قتل الزوج لزوجته هي ماهيش يومية كمان، مش للدرجة هذه. فما فارجة لا، فما فرق بين القتل والعنف يا برهي. فما العنف سامحوني ولا الموضوع مش أجريابل ومش جميل، لكن فما العنف ما يسمى بالعنف البسيط، معناها فما العنف الشديد، لكن القتل تبقى كمام استثناء. الفاجعة المؤلمة معناها وقت واحد يحط صورة في مخه متاع راجل يحرق مرته حية، ما تنجمش ما تأثرش في البني أدمي وفي الجمعيات، خصوصا أنه ذكرنا أنه عام ونص التالي في على بعد بعض في نفس المدينة في مدينة الكيف، رفقة شيرني اللي كان زوجها عون حرس يعني زوز حاملين ازاي وقتلها برصاص، وبعد حكاية معقدة لأنه كانت بلغت عليه والمحكمة الابتدائية والإدارة الجهوية خلاوه يدور بالسلاح. والقضية متاع رفقة شيرني أنا شخصيا معني نجم نقول لك اللي صورة عم ناول في شهر مي كان من شغال 2021 وقتها مجموعة من الناس بشرة بحاجة حميدة سرين العميري نايبة السابقة على الكيف، كمشينا للدار متاع عائلة شيرني وحكيت مع أبوها وأخوها فما حاجات نجمش نسيهم حيتي الكل، معناها حيتي الكل دار نخمتها في ابنها لأنه ابنها صغير، أبوه في الحبس وحبس مدى الحياة وأمه توفيت. طبعا انا يعني ما نحبش ندخل في حكايه الدوله والدوله خاطر هذا معنى هذا فما خلل صغار ها كيما وفي سبيعي كيما وفي سبيعي. اذا نحب نسالك شنو هي الخصوصيه في الجرائم هذه، شنو هي الخصوصيه، شنو هي الدرس، شنو هي فما ملاحظه الدوله برهان نجم تعملها، وعلاش خاطر العباد الاخرين يقول لك في ديفير، علاش واقفين عليه في ديفير القرار تفتح صفحه سد المحاكم كلها جرائم قتل، ما الخصوصيه في ذلك باش تتحول الجريمه هذه الى قضيه ملاحظه واحده في الدوله شنو تنجم تعمل. يبدو لي وهذا مش انا نقول في برشا اخصائيين في تونس وفي غير تونس، يبدو لي انه الناس الحامله للسلاح تحتاج لاعانه نفسانيه او لاحاطه نفسانيه اكثر من البقيه. علاش؟ لسبب بسيط هذا نقولوه، لانه راهو عون الامن نوعا ما كما الفرملي شراء يرى الموت والمرض والعفن والوسخ كل يوم، العون الامن كل يوم يرى العنف يرى الجريمة، دونك مزعزع مدمر نوعا ما. يبدو لي من الدروس القليلة اللي نجموا ناخذوها هو أنه يتم إحاطة. أخي ما فما اختبارات يعني هي تصير من الأول يعني على الحالة النفسية، ولكن أنا برهين ممكن نحب ناخوها من زاوية أخرى، لخاطر نحن اليوم في تونس يقول لك والمرأة عليه تاخو في برشا حقوق، والمرأة بون سامحوني في الكلمة يقول لك يعني ركبت على الراجل وضربة ضربتين تمشي تشكي به والكل، يعني يمكن حاجة تذوم إذا دخلها يمكن بعض يعني ما نحبش نقول الكل،
انه بعض يعني الامنيين يعني كي تجي تقدم شكوى يعني مرأة تمشي تشكي يعني الخطرها تعنفت يعني جسديا يعني او لفظيا يعني ما ياخذوش يعني المواضيع على محمل الجد. ويمكن زيدا يعني فما برشا يعني برامج حتى اجتماعيه ساهمت في هذا يعني نحن عنا يسر ثقافه بك بوسخوك وسامح ومثال شو ارجع على خطر الصغار وكذا. دونك اشك فوا نشوفوا يعني فاجعة يعني من نوع هذه حاجة متنجم كن توجع القلب. والقوانين يعني اليوم يعني صحيح موجود القانون يعني العنف ضد المرأة يعني القانون 58 والكل, ولكن هانا قاعدين في كل مخفر الشرطة فما قسم خاص بحكاية العنف ضد المرأة على الميدان حتى على الميدان تجري المتابعة. أي مرأة تمشي تشكي في المركز بلهاش سامحني ما يقبلهاش يروعون عادي يقبلها الفرقة بتاع العنف ضد المرأة المرأة والطفل وفيها رئيس فرقة معناتها وهو اللي يبحث. أنا والله ديما فما كلمة ديما نقولها ومازلت مصر عليها, رأي وجود نصوص تشريعية حاجة مزيانة برشا وحاجة باهية برشا, ولكن زادة لازمنا نخدمه على العقلية, نخدمه أكثر على التوعية, نمشي للسنسيبيليزاسيون, نمشي للحملات حملات التوعية يعني وحملات التحسيس يعني نمشي في الطريق هذية. وأنا للأمانة يعني أنا ماذا بيا يعني كان بالحق نعمله قانون يعني اللي يقتل مرته يعني يعفى آليا يعني من العفو التشريعي ما دام موجود هالعفو التشريعي هذايا هو اللي يقتل هذايا باش يتحكم عليها اعدام راهو هذي الجرائم نفهم مع زياد ونجيب وكذا احيانا بعض جرائم دون غيرها نقفوا عليها باش نستخلصوا اننا مجتمع مريض نوعا ما. ناس خرين يقول لكم علاش تهولوا زادة في الصورة, الجرائم تقع في كل بلدان العالم, في الدنمارك فك الشعوب السعيدة في الكذا راجل يقتل مرته حاصلة ودارجة يقتل أولاد نعرف مش عادية, لكن خليها في الجانب النفسي الخاص ما تعممهاش باش تولي تحكم على مجتمع كامل أنه مجتمع يعاني من غياب توازن ومجتمع مريض نفسانيا. هذه وين تلقاو رواحكم نجيب في السنوات الأخيرة فما تطور بتاع عملية جريمة بعيدة على الإنسانية, معناتها كاللي في مرأة كبيرة اغتصبها وبعد قتلها معناتها حياتها كاملة هكا نجيب لا ليزا لي 40 50 60 70 نفس في التطور التكنولوجي غير توا فيسبوك توا لينا نسمع فيسبوك صحيح في التطور التكنولوجي قبل ما نسمعوا اش توا لينا نسمعوا توا لينا نسمعوا نحن في عندنا مشكله في مجتمعنا حقيقه هكا تشوف حقيقه فما مشكله في مجتمعنا. انت مره عملت وقتها دخله على وزاره التربيه نحبوا نربوا العباد مش قروهم وهم نقطة ذي نحبوا نربوا العباد مش مجتمعنا مريض يا برهيرة ومجتمع يستعمل في المخدرات وليدات صغار 12-13 عام راهو باش تعرفوا الماشيين راهو 12-13 عام يستعملوا المخدرات في الليسيات راهو عائلة تمشي مع بعضها باش تحرق تبيع اللي عندها وتمشي باش تحرق هذا مجتمعنا. لهنا يلزم نس كل مع بعضنا نقولوا ايش ليه نجموا نعمل معناتها العملية هذه مش عملية بتاع حرك نسوي برك بتاع مجتمع كيفاش تعالج دولة معناتها جيت ساعات اللوم يقولوا المرأة علاش تسامح كي تمشي تشكي لين بعد تموت تزاد مي عائلة تخرب معناتها ينجم هو اعتدى عليها لفظيا وكذا ومشات للمركز شكت به بعد هي تراجع بالسخانة تمشي تشكي بعد تبرد وهي ترجع تقولك هاي نطيح مروح شوية حفاظا على الأسرة اللي ضد مراد الحكاية دي هو مانيش معاه وضد اما في كل الحالات وكلام نجيب مهم تو بار اكزومبل رفقة شيرني تبعت شويه الابحاث الحاله هذه اقل شويه مازلت على خاطر اي لا لا معني ما نعرفش فما تفاصيل ما نعرف في قضيه رفقة شيرني سامحني زياد كلمه فما ضغط من المجتمع امام العنف نتاع بربي ما تشكيش فك علينا وفما زيد ضغط من القضاء احيانا ومن الامن هو فما حاجه معقوله يقول لك الامن القضاء ميسيرش خلينا نمشيو نحو الصلح اما احيانا كي ترى انه الزوج انسان عنيف 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 حاله رفقه شيرني معناها تعرف ايش عملت بعد ما ضربها المره الاولى مشيت للقاضيه المحكمه الابتدائيه وكانت قاضيه متربسه نوعا ما غطات شطر وجهها وقعدت تحكي مع على جنب باش ما توريهاش لتراس باش ما تاخذش تدابير دونك فما زاد في هذا يلزم العقليه تتبدل معناتها الحل سامحني الحل ماهوش امني ولا قضائي الحل معالجه المجتمع المجتمع لازم يتعالج قيمي تربوي نحن نقولوا رينا مرضى خلنا هاي مرضى كيفاش على جرواحنا انا السؤال اللي نتسائلوا وين الدراسات الاجتماعيه اللي تتناول الظواهر والموضوع هذا
كيف نقول وينها مش معناها أني فيني مش موجودة، وإنما شنو مدى استفادتنا نحن من هالدراسات هذه وتوجيه الأبحاث عندنا في المؤسسات البحثية المتخصصة سواء كانت جامعات كليات أو مراكز بتاع في الدراسات للبحث في هذه الظاهرة والمحاولة فهم الأسباب في المدينة بتاعها. لأنه أنا في تقديري وحسب نشاهده حتى بني في المحيط بتاعي الوضع الاجتماعي يلعب دور فني كبير ياسر، الوضع الاقتصادي يلعب دور كبير ياسر. ثم أزواج ما حداش بنتي كم منهم أول الشهر كي تبدا الشهريه في موجوده تبدا العلاقات عسل. ولكن زياد انا في هذه نقص عليك، هذوما الحالتين الكارثيتين هذوما موظفين دوله وفي الابحاث ما كانتش مشاكل ماليه، لكن مش فقر، ما هيش جرائم فقر. انت حكيت على الحاله انا هذه هي الاستثنائيه، احكي لك على الحاله العاديه. طيب في الحاله الاستثنائيه هات اليوم انت طرحت مشكله في التيام او طرحت مشكله في التيام، هل توجد متابعه نفسيه لحامل السلاح نهار طول واقف عاد شكون تاقع نهار طول واقف انت في الشمس واقف في الوحده ولا دبو زمال حتى شيء وهو في عاد فكره وساعات يسمع كلمه من هنا وكلمه من غادي تحب تروح كيفاش تروح ويزيد ربما حتى في العمل نتاعه من طرف المسؤولين نتاعه يتعرض لنوع من سوء ثم متابعه نفسيه ولا تفهم شنو هي المشكل باش نجيو للعلاج. لكن يبقى كيما انتم في قلتوه اصل العلاج راهو يبقى هو تربوي. يلا الاشهار ونرجع على اي اف ام احلى راديو. 9:25 دقيقة مازلتوا تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو. ما تبقى من الاخبار غفران بسرعة. والله فيسع نحب نقول للسيد وديع الجريب باش يخرج من المخبأ نتاعو اليوم باش يكون عنده لقاء في الدوري يعني لا في الدوري والكاس ويزيد من تصفيه الحسابات نتاعكم ماهوش موجود في الدوحه. شنو هي مخبأ؟ علاش تقصد مخبأ؟ هاكم هو هارب هو. لا ماهوش هارب هو، يقصد كيفاش الطريقه تاع الحديث. الراجل موجود على روحه، ظهر في الدوحه، زار المقر تاع اقامه المنتخب. اي وش قلت اي الاخبار شنو؟ هاكم باش يكون اليوم ضيف في الدوري والكاس. وباش يتكلم في الدوري والكاس، شنو المشكل؟ بين قوسين هي راهي كيف شوف الملامح نتاع وجهها اللي قاعد تقول فيها على سبيل الدعابه. لا لا مش على سبيل الدعابه. راهو ملومه الاعمار ماهيش معلومه في التعطيشات. احلاه زياد عمل لي بعيني هكا فدورت والله ما عليك زياد. لا ومن بعد تبدا تخرج تبدا تلحلح بربي لا تحطوا لي العنوان. وتوا بربي سي كمال سيسول علي ما تحطوليش العنوان هذاك خاطر بكش يضره. وتسمح لنفسها في الحكايات الاخرى تقول اللي تحب. والمشكله هو للواحد وشكون عمرها يا نجيب؟ شكون يعمر فيها وقال مراد صغير؟ مراد صغير يا سي وديع راهو مراد صغير. راهو مراد صغير هو حرض يعمل يا سيدي. وعطيها كسكادو. هذا هو رغم اللبس بدري فيهاك. امانه ما حكيت غفران لانه هو عنده 9 قضايا. لا هو برا حبيتها. اي اعطيني الاخبار اللي بعده. مش بيه ما تكلمش في قنوات تونسيه. بالحق علاش هذا هو السؤال؟ علاش ما تكلمش؟ علاش مش في كارتاج بلوس؟ يا اخي شكون قال لك في قناه الكاس باش يحكي على امور فنيه تخص اقامه المنتخب في الدوحه الاكثر؟ اما العرض هو يخلي فرصه مستحيل بالمستحيل. انا نتوى النجم نقول لك اللي هو لن يتكلم في قصة الخلاف الداخلي الموجود لهنا في قناة الكاس. يلا اعطيني الخلاف الداخلي فما قضايا يخدم في روحه. يلا عنده مشكلة مع تونس. اي اعطيني تونس. سيدي تخطب تونس. فما مواطن امريكي عدى 38 سنة في الحبس الجرائم يعني ما ارتكبهاش خاطر تم الافراج عليه. وكي سالوه بعض الصحف قال انا اليوم عمري 69 سنه ومانيش باش نضيع يعني وقتي بال يعني بالبكائيات والكل وباش نحاول نتمتع بما تبقى يعني من حياتي. اللي نحب نقوله انه في القضيه هذه هو في تم يعني منع ما حبوش يقبلوا له الاعتراض نتاعو يعني والقيام باختبار الحمض النووي يعني على القتلى اللي لقاهم. ولكن بعد سنوات يعني في 2022 تم التبرئه نتاعو يعني وباش يعوضوه يعني ماديا. من 38 سنه في الحبس بربي زياد حسب خبرتك هكا الاجتماعيه وكذا عندنا الحالات في تونس هذيا انها ناس ضاربه احكام قاسيه وقاعده تعدي في سنوات طويله ومظلومه. ثم وانا الوالد الله يرحمه اللي كان معنا حكي لي على اكثر فهمتي من حالي اللي هو كان قاضي كان محامي محامي اللي فهمتي عايشهم. ومن هنا تجي اهميه والرساله نتاع منظمه العفو الدوليه في رفض عقوبه الاعدام. علاش؟ مش للتفصي من تنفيذ عقوبه في جرائم فهمتني بشعه وبشعه جدا لا وانما فهمتني يقول لك باش يبقى الباب فهمتني مفتوح امام انقاذ بريء
قد يكون تكون الظروف كلها ضده والقرائن كلها تشير ربما توجه الطومة نحوه لكنه بفهم ما عمل حد شيء، وهذا نموذج من النماذج. تقول لك مش معناها سيء وتخش بلاد لا لا عاقبوا احكم عليه بالمؤبد، اما فدي ما تقتلوش. ليش؟ لانه عقوبه الاعدام هي العقوبه الوحيده. عاش تنجم تصلح اذا ما عاش تنجم تتصلح. اذا ربي مراد في خبرتك الفرنسويه قدس عمر رداد وين وصل في فرنسا؟ مازال شاد الحبس لتوا ولا تسيب؟ عمر رداد اللي قال سؤالين عمر ماتي اهم قضيه معناها يذول يخرج ما نعرفش عليه. يبدو كان تعاود البروسي، ولكن يبدو كان مازالت الحكايه. تاكد لي منها، حاول تجيب لي الاخبار غدوه في الحكايه هذه. جست نحب نقول في ثواني ان نحب نقول حاجه اللي في الولايات المتحده الامريكيه في الخمسينات وفي الستينات كانوا فما برشا احكام من سمعت قال الولايات المتحده يجي سي سي يمشي الولايات المتحده الامريكيه كانوا فما برشا قضايا من نوع هذه، خاصة للسود اللي كانوا ديما يتهموا جوزيفا بالعملية القتل والكل، والقضاء قاعد يبرأ فيهم. يعني جوزيفا مش جوزيف قلت جوزيف جوزيف والله لو دخلوني بعضي باي لحظة خل جوز نكمل حاجة. يعني كان حتى السود كي يهزوا تليفون ويبلغوا وإلا كي يمشيوا للمراكز ويبلغوا على حوادث ولا حاجة ما كانوش ياخذوا كلامهم بعين الاعتبار. وهذا صار في حكي في القضية المتسلسل الموضوع فما شكون في الحبس وبري ياما في الحبس مظالين بالضبط وردتها عنصود. لا لا نحكي على الولايات المتحدة. عبسة ترى مامو في جيش البالك الدنيا بردت شوية وماشي مش تبرد وبطبيعة طوي كان خرجوا الحوايج نتاع الشتاء اللي بالنفطاليين عادة مش ننشروهم مش ياخذوا نبدلوا الريحة نتاعهم ونحطوا النفطاليين خايفين من التونيا هكا ولا لا؟ التونيا اللي تاكل خاصة الصوف والحوايج. التونيا هذه الكلمة هذه منين جاية؟ حسب رأيكم الحشرة الصغيرة اللي تاكل الصوف نتاعنا كذا. التونيا كلمة لاتينية اسمها تينيا وموجودة حتى في الفرنساوية تقريبا بنفس المعنى بنفس، لكن هالتونيا هذه عندها اسم بالعربي وبين قوسين راهي تنجم تصيب حتى الإنسان. فما نوع منها يصيب الإنسان يصيب يسمى الثعلبة وتصيب الشعر نتاع الإنسان وتسقطه. لكن حسب رأيكم ايش اسمها في اللغة العربية؟ وهذا أمر طريف. أيوة. وهي كلمة في 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 في, في المخيال القديم كان كلمة ثقيلة شوية مش عيبة ما ثقيلة. يقولوا الكلمة العربية عفة وهي كلمة ثقيلة كان يقال على فلان شعبية متاع الشارع ثقيلة شوية ما تتقال وهي كلمة عربية عفة كلمة عربية تفيد هالتعبة التونية هالحشرة هذية. فأنا نقول بتات لأنها تصيب الحوايج تفسدهم وتصيب الشعر متاع بنادم وتفسده فبالتالي يمكن أنه نعتو بها الإنسان خاطرها تتقال عادة الإنسان المفسد ثقيل الظل الخايب اللي مش ناس مليح. فقلت أنا بلكش استعمالها في الفوكابيل القديم طيب ما عاش مستعملها طلعت على التونيا يبدو اسمها الحقيقة اسمها في اللغة العربية في الديكشنير في المناجد العربية اسمها عثة. وتونيا هي كلمة لاتينية الأصل يظل التلمو اللي كلمة معجبتني قبل فخيرنا كلمة لاتينية على كلمة العربية لأنها ثقيلة شوي. يلا هذا كان عبد الستار العثة ملا عثة معناتها واحد جرته خايبة هي جرته خايبة وثقيل الظل كل شيء فيه العيوب سبع حشاك فهمت علاش تخزر المراد يهودي بطلش المراد يسيب الواحد. يلا عبد الستار عيب عليك كان هذا جيش البالك. يا محمد علي الفرشيش تو استنى فينا زياد. باش تحاور انت محمد علي الفرشيش زياد هو يسمع فيك بقديه التونيا بقديش كعب التونيا محمد علي النفطاليين هذاك باش نرجع على الظلم والمظاليم وغيرهم ونقول لهم قال الشاعر ان نريد اذا ما الظلم حاق بنا عدل الاناسي لا عدل الموازين. يعطيك صحة يا دلي يعطيك صحة هذه دعوة مظلوم. اي قل لي احنا اليوم باش نحكي على كل النباتات تاع الزينة النباتات اللي نحطوها في الدار ولا نحطوها في الحوز قدام الدار باش نزينوا بها الدار نتاعنا تبدا ريحتها طيبة كما الاحبق فور اكزومبل الاحبق اللي عنده استعمالات حتى اكثر من الزينة يا برهان. الاحبق نجموا نستعملوه حتى في المقرونة الحراير هذه يعرفوها. ايه وكل لحبط اللي كان بدينار
اليوم ولا بتات بنارات معناها شنو هي المحبس المحبس والا النبته اللي تبدا محطوطه في الشكاره لتحت النبته في الشكاره فوالا النبته فقط قداش ولات توا ب3 دينارات ايواش والحبق فيها انه معناتها ثم الكاتيزون ثم كيما القرد اي وكيما البرزان يعني ثم حبق اذا كان فات الوقت نتاعو يموت في سياسه ويقولوا في الحكايات الشعبيه نتاعنا وانه الحبق يتحطه في باب البيت الناموس ما يدخلش اي باهي للناموس سيغري اي دونك نعلم واحد باهي خلينا نحكيو على التيكيس اللي ورقتها خشينه شويه هكا وتبدا خضرة وعاتية شويه على البياض هذيك ب5 دينارات هي بلانت نتاع انتيريور والشعباتة خضرة وبيضة والكاوتشو تتباع ب6 دينارات هي والشوكلير دونك ثم نبتة انا بارحة بهذا اسمها وزنين الفيل وزنين الفيل وزنين الفيل اي وزنين الفيل تتباع ب20 دينار دونك غالية شوية بالنسبة لل اي ثم الياسمين الشعبة ياسمين اللي مزروعة ب5 دينارات وهي والطرنجية وثم النخلة اللي انا البارح سالته قلت له النخلة هذه مش فيها الامراض ودرا شنو يقول لي صحيح اول ما جات من الجزائر كانوا فيها معناتها الدودة اللي تاكل النخلة الميت هذيك اللي تاكلها من داخل وتعافى حتى لين تمشي على روحها هذيك القولها الدواء نتاعها تويكا ولاباس والنخلة هذه قاعدة تتباع ما بين 7 دينارات و8 دينارات وتوصل حتى ل9 دينارات دونك شو من النخلة يا برهان مثلت باش نخلص بهذيا هاكا مش بعيد برشا على سوم حقة الطماطم في الوقت الحاضر اللي دونك هي اللي هي ولات ب4 دينارات و600 ولا هو 450 450 دونك ولات ب4 دينارات و450 بعد 3 دينارات و700 ايوا ما وفي جرتها تم الزبده ومازال ثم حاجات اخرى وعندكش فكره ظلفه الهندي بقداش تتباع الظلفه قداش الظلفه تتباع يا دليل نرجعوا له برهان نرجعوا له اكد لي باوي لا استعملت حكايه اخرى دليل يعطيك الصحه هذا كان معنا محمد علي الفرشيشي في وجه السوق وهذاك بوجه السوق بدليل الفرشيشي وصلنا لاخر فقرات ايميسيون امبوسيبل باش نودع الاصدقاء مراد الزغيدي ميرسي بوكو زياد مدام ضيفك هو الاستاذ جلال الهمامي المحامي محمد العميد محمد علي العروي نحب نبلغ عن طريقه هو تضامني كامل مع العميد محمد علي العروي بلغ زياد الهاني ميرسي بوكو عبد الستار عمام ونجيب ميرسي يا دوما غفران غدوه جايه ولا ماكش جايه غدوه جايه غدوه تلقاونا في نفس الموعد من 7 ل9:30 بعد ثواني يلتحق بي الاستاذ المحامي جلال الهمامي اخر تطورات قضيه انستالينجو هذا حسين الجسمي اللي بون مش مصلحتنا نحكيو عليه حسين الجسمي وانا معانا الاستاذ جلال الهمامي خاطر برشا يعتبروه ماهوش طالع بتاع تفاؤل في الوقت اللي نستناو شويه تفاؤل في القضيه هذيا سي جلال باش يوضح ويدافع على الحريف نتاعو سي محمد علي العروي احد الاطارات الامنيه اللي التوانسه تعرفوا جلال الهمامي ساعه نقول لك على السلامه صباح الخير صباح الخير وشكرا على الاستضافه سي برهان ومرحبا بالساده المستمعين والساده المشاهدين على اللايف ستريمينج اذاعه اي اف ام. استاذ جلال كنت كلجنه الدفاع على محمد علي العروي عقدت ندوه صحفيه قلت بكل المقاييس محمد علي العروي موجود ظلما الان في السجن. فيما وراء دوركم كمحاميزكم هكا تدافعوا على المقيم نتاعكم ولكن وين يكمن الخلل في ملف قضيه انستالينجو في علاقه بمحمد علي العروي؟ شوف بور كومونسي انا مش من قناعاتي باش نكون لافوكا دو ديابل خاصه كي نبداو نحكيو على قضيه هزت الراي العام او قضيه وطنيه بالضبط كيما قضيه انستالينجو ولما حل مانيش لهنا انا باش نحكي على مسيرتي او مواقفي انا خصوصا وقت اللي قضايا تمس الامن العام او تمس واقع البلاد ندخلوا بالنسبه للملف بالمناسبه ساعه انا معناها نشد على ايدي سي محمد علي العروي باعتباره انه اليوم تخلف اليوم التاسع لضرب الجوع الوحشي اللي دخل فيه كنا البارح خرجنا معلومة أنه تم نقله للمستشفى باعتباره أنه يعني كمية السكر في الدم معناها أصبحت ضئيلة وبالمناسبة محمد علي العروي يعني اليوم معناها حط الحرمة الجسدية متاعه في الميزان فهمت لا لسبب
إلا لأنه يحب يسترجع الحرية متاعه التي انتزعت منه بغير وجه حق. وإحنا لهنا رو مش نبدأ واضحين مش بصفتي كمحامي أنا نقول بصفتي معناها منتصر القضية عادلة، ونعتبره أنه الملف تاع سي محمد العروي خالي تماما من كل عناصر الإدانة، على خاطر أنا شخصيا ذكرنا الإحالة وذكرنا الإيقاف تم بناء على قبل أي بالضبط قبل ما نحكي على الإحالة كي نقول في الكلام هذا راني أنا نتحمل مسؤوليتي تماما. والعنوان الرئيسي للندوة الصحفية اللي قدمناها أو معناها قمنا بها يوم 29 أكتوبر كان سقوط واجب التحفظ. أنت تعرف مليح أنه بالنسبة لنا كمحامين من المفروض أنه وثائق ومحاضر ما خرجوهاش للعلن باعتبار أنه بالضبط يعني حتى اليمين اللي أديناه يعني يحملنا الواجب هذايا واجب معناه كتمان السر المهني. أما سمحني سي برهان نتكلم على واجب كتمان السر المهني دون لو كادر داني تادو دروا. أما إذا كان فهمت نولي أنا نبحث كان على قراءة الإدانة أو نختلق قراءة الإدانة بالنسبة للإنسان هذا تأويلك أنت لا مش تأويلي مش تأويلي أنا بدليل أنه في الندوة الصحفية هذه قدمنا مجموعة من الوثائق وقدمنا مجموعة من المؤيدات التي تؤكد هذا الخطاب مثلاً. نرجع لك لهنا على الأقل علاش موقف محمد علي العروي فهمنا زيد بالضبط. أنا بالنسبة لي أنا الإيقاف تاع محمد علي العروي نعطيه عنوان رئيسي أنه محمد علي العروي في إطار تصفيه حسابات سياسية بامتياز. أنا ما سألتش عليه وفق هذه الصيغة سي جلال يعني. أنا قلنا أكيد القاضي الذي أمر بالإيقاف بناء على معطيات وسندات قانونية طبعًا. إش كانت باش ذكرنا شنو هو متهم بيش بالضبط بعجلة بالنسبة لمحمد علي العروي. أولا الملف الشهير المتعلق بأنستالينجو اللي هو متعهد به محكمة ابتدائية بسوسة 2 قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بسوسة التي ذكرتها وهي عبارة على شركة ضم مجموعة من المدونين واللي يخدموا في المواقع الاتصال الاجتماعي اللي تم اتهامهم أنهم ينشروا في الإشاعات الزائفة يهاجموا في رموز الدولة وعندهم ارتباطات بالخارج. هذا الوجه العلني هذه القضية اللي هذا الوجه العلني لكن الوجه الخفي والحقيقي اللي من في أنستالينجو أنا نقولها من هذا المنبر وقلت الكلام ذا وسبق أني قلت الكلام ذا أولا في الندوة الصحفية مش أنا بركة كل فريق الدفاع قلنا هذا في الندوة الصحفية ثم فيما بعد كررناه في العديد من الإذاعات ووسائل الإعلام. بالنسبة الملف أنستالينجو اللي هو بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي أنا هو شبكة عنكبوتية الوفاق الإجرامي الوطني والدولي موجود الذراع الإعلامي الوطني والدولي موجود إذن واللوبي المالي موجود إذن هشتب ملفاش فاش ظلم القاضي متعافق. أنا شو بش قولك حاجة هو أنا في البداية أو من اللي بديت نتكلم معك قلت لك وقت الأمر يبدأ يتعلق بالسيادة الوطنية رأو بالنسبة لي أنا تكون عندي صفة بركة أني مواطن تونسي وأعتز أني كنكون مواطن تونسي والسيادة الوطنية بريفو. لذلك بمنطق الحقيقة نقول لك أنا وأنه حقيقة حتى مكتب التحقيق الذي تعهد بهذا الملف قعد يتورن أتور ديبو على خاطر كي تفتح الملف بالأول بكل كان في السياق اللي كنت تحكي لي أنت توا على أساس أنه ثم مجموعة من الصفحات المؤجرة التي وقع تأجيرها اللي مست السيد رئيس الجمهورية في عرضه بطبيعة الحال واللي مست وزير الداخلية ومست العديد والعديد من الأشخاص في حين ثم برش كيترو ما نظروش فيها وما تعهدوش بها لكن من بعد إلسي تافيري وأنه حقيقة ثم مشروع شنو هو المشروع هذا في لحظة 25 جويلية 2021 تم حزب سياسي كان يحكم في تونس اسمه حركة النهضة عمل دعاية إعلامية أو الناس هذوما يعني شركة أنستالينجو هذه انخرطت في دعاية إعلامية خدمة إلى عودة هذا الحزب إلى ساحة السلطة. كي تحكي على أنستالينجو أنا قلت مربوط بذراع الإعلامي ذراع الإعلامي هذا الصفحات الفيسبوكية هذه لعبت الدور هذا أوكي به إيه لكن هذه لازم تمويل التمويل موجود ثم تمويل وطني وثم تمويل دولي وشركة أنستالينجو هذه عندها علاقة بمجموعة من الشركات اللي هي تقريبا في حدود 14 شركة وكذلك لها علاقة بمجموعة من المراصد فيها اللي في تونس وفيها اللي برا حتى التو تقول في كلام فما جمعيات يؤكد جيد جدا اي طبعا والعاود يقولوا الكلام هذا وانا قلت راهو ماذا بينا كشف للرأي العام باعتباره أنه السيادة الوطنية كانت مستباحة ومشروع تغيير أركان الدولة اللي يحكيوا عليه موجود لكن التعاطي مع الملف الحقيقة أقول لك أنا غير قادر أنه يكشف الحقيقة كيفها؟ لماذا؟ لسبب بسيط أنه ملف أنستالينجو مربوط بالعديد والعديد من الملفات اللي هي موجودة في كتب الإرهاب وموجودة في كتب القضاء المالي وموجودة في المحكمة الابتدائية بتونس. دونك شنو اللي يزم يصير؟ يزم يصير رسومبلومون يزم يصير سنتيز ونقادرين أنا باش نفكر الرمانة ذي ونعاود نكرر نفس المقترح اللي قدمناه احنا كالدفاع قلت أن الملف هذا حساس وعلى غاية من الخطورة من المفروض يتعمل له امبول جوديسير اكسبسيونيل يتعاملوا فيه مجموعة من قضاة التحقيق ومعاهم ناس يفهموا في التراسابيليتي فينونسيير ومعاهم ناس يفهموا في العالمية ومعاهم ناس يفهموا
يعني في المجال الافتراضي والمجال الاعلامي وكذلك فرقه مختصه والعمل يكون في كنف سريه وبودو سيموا رانا قادرين باش نحققوا نتائج محترمه الى ابعد حدود بل بالعكس نشوفوا شكون اللي قاعد يتطور على البلاد هذه ويستبيح في سياده الوطن. مشكلتك مع التورط محمد علي العلوي في هو باش نحكي في الموضوع هذا جوستومون تو ملف بهذا الكم وبهذا الحجم جي تحشر فيه محمد علي العلوي كيف تقول وتحت الف ستر احمر تحشر عمليه حشر معناها ادخال محمد علي العلوي في هذا الملف كيفاش صار؟ صار على زوج مستويات، المستوى الاول انه ثم مدون، المدونه هذايا معروف بتعاطيه وتعامله وتعاونه مع وزاره الداخليه في الفتره اللي كان فيها محمد علي العلوي ناطق رسمي 2012 2013 و14 يعني ثم في بعد ملحق امني بتركيا كان يتعاطى مع السيد هذايا وما يخفاش عليك انت تعرف الوضع الامني وحاله الهشاشه الامنيه اللي تعديها البلاد 2012 و2013 و2014 ويزيد الكريديبيليتي بتاع المؤسسه الامنيه باعتبار العلاقه ما بين الامن والمواطن التونسي ما قبل 14 جانفي 2011. سي محمد علي العلوي لعب دور كبير ياسر خاصة في فترة مقاومة الإرهاب وفترة الاغتيالات وفترة ذبح الجنود والأمنية. ولا بالتنسيق مع إدارته اللي ماهوش باجتهاده الشخصي بدليل بسيط إلى حدود اللي نتكلم فيك. أنت تعرف مليح سي بوريان أن نحن الهرشي بتاعه كانت تعرف طبعا طبعا أنا باش نقول لك حاجة السيد هذا في سماعه وسماع إطارات عليا أمنية اللي هي موجودة في هذا الملف الكل تؤكد وتزمو على أساس أن السيد هذا متعاون ويتعاون مع وزارة الداخلية وقابل جميع المديرين بما فيهم مديرين عامين بوزارة الداخلية. إذا لابراتيك هذه راهي موجودة مش كان في تونس راهو. طبعا طبعا. هذوما الكوبيراتور وكذا ودرشلو اللي يتعطاو أنت تعرف جيدا أن الشيء هذا موجود. يعني ثم فيما بعد بطبيعة الحال تو السيد هذا اللي هو عنده صفحات ونسمي لك صفحة من صفحاته مثلا الثورة التونسية أليبوك. فهمت الصفحات هذه وقت يجي ينزل تقريبا نفس المعطيات اللي تابعة على سيت أوفيسيال تاع وزارة الداخلية بما فيه لانفو ولانتوكس وفيك نيوز. تلقاه انتجرالمون قاعد يهبط في نفس المعطيات ويتعامل مع المؤسسه ويسعى على اساس انه يظهر النجاحات الامنيه اللي قاعد تعمل في المؤسسه دي. كان يتقاضى في مقابل شنو المقابل؟ 100 دينار 200 دينار 150 دينار من الفلوس الشخصيه حوالات بريديه حوالات يبعث له فيها اي شخصيه ولا من الميزانيه الخاصه في وزاره الداخليه انا ناكد لك انه بالنسبه لوزاره الداخليه عندما يسمى بالصندوق الاسود ولا الكاس نوار وحتى كخدم هو ملحق امني راهو كانت تجيه الحقيبه الامنيه لتوصلوا الغادي وهذا مدير الامن الخارجي اكدوا حتى في سماعه ترجعوا له بعد معناه راهو جي فلوس سبيس على اساس انه باش يعطيها للسيد فلان ولا فلتان بالضبط وانت تعرف صاحب الرمز الفلاني ولا الفلاني اذا قلت هذايا العنصر الاول كي جاء التقرير التكميلي من الكتاف في البنك سنترال قالوا له كيفاش تعطي في الفلوس للسيد هذايا والسيد هذايا انخرط او اجر صفحاته لفئه هالمشروع اللي كنت نحكي عليه انا تو لكن غابت حاجه انه العلاقه ما بين سي محمد علي العروي وهذا الشخص اللي نتكلم عليه انا واللي هو موقوف على الملف هذا انقطعت 2019 وقتها السيد هذا بدا يتعاطى مع شركه انستالينجو 2020 وفي الاثناء معناها تعلق به بروسي في المحكمه العسكريه عدى 9 شهور سجن ثم فيما بعد بدا يخدم معه يعني كي تحسب انت اون تيرم سينكرونيك يعني وقت. يعني سي محمد علي العروي فقط ايقافه بناء على علاقه بالمدونه هذه الاولى بالضبط هذه الاولى الثانيه هي. الثانيه انه الواشيه اللي كانت معناها القدح باش وقع الكشف على الشبكه على المشروع هذا المشروع هذا أن السيدة دي دخلت في علاقة مع شخص اللي هو متهم ومجهد له التهمة وهو في حالة فرار واليوم موجود في تركيا فبزوز إرساليات على لسان السيد هذا اليوم مقيم في تركيا يقول أن محمد علي العروي راهو عنده علاقة طيبة مع الأتراك مخابرات تركيا وعنده علاقة طيبة مع المخابرات الأمريكية وكذلك نفس الشيء راهو راضي عليه الشيخ شكون الشيخ راشد الغنوشي هذه إرسالية بعد تالي على ضوء المعطيات هذه في إطار البحث وأعمال البحث النيابة العمومية بمحكمة سوسة حطوا سي محمد علي العروي تحت نص المأذون جات بعد النور ديكوت اما ظهر الكلام هذايا من اختراق الخيال ما فماش ما فما حتى علاقة ما بين سي محمد علي العروي والسيد هذا اللي انا نعتبر على الاقل بحسب المراكز القانونية الموجودة في الملف هو بمثابة المتهم الرئيسي نزيد مسألة أخرى ولهنا في تحامل من بحث البداية اللي هو الإدارة الفرعية للأبحاث الإجرامية إدارة الأبحاث الإجرامية أعطوا 5 أرقام هاتفية وقالوا العباد ذوما رام يعملوا في السياسة في تركيا وسي محمد العلوي كان بيتواصل مع العباد ذوما وقت فات المهمة بتاعه وعاود رجع لنا لتونس وقت اللي جينا نثبتوا في الأرقام بتاع العباد ذوما نلقاو واحد اللي هو سائق القنصلية العامة بتاعنا في إسطنبول اللي هو تونسي نلقاو شخص آخر اللي هو صاحب نزل الحكمة الشهير اللي التوانسة يعملوا في السياحة في تركيا يعرفوه مليح وثم شخص ثالث اللي هو مدير بنك استثماري تونسي مقيم في تركيا والرقم الرابع نتاع
طباخ في السفارة التونسية. أكثر من ذلك أنا قلت أنه البحث تعمد المغالطة وخدمنا شكاية بخصوص البحث هذا، تعمد المغالطة، يعطينا رابط إلكتروني ويقولوا أنه سي محمود هذا ولا شنو محمود بالتركي راهو هذا سياسي شهير. دخلت أنا عملت ريسيرش جيت نشوف وأنه الرابط الإلكتروني هذا يروج إلى السياحة التركية. جلال همامي هذه وفيما وراء التفاصيل ما هذا كل علاش محمد علي العروي الدولة جي تختار أو الباحث أو غير ذلك منها لم قدام العشرات المحالين محمد علي العروي دون سواه دون سواه باش جاوبني علاش في الجانب الآخر اللي هو الجانب اللي أنت لمحت له أنه هو ضحية تصفية حسابات سياسية. لكن بعد الإشهار نسمعوا الإجابة. من 7 ل 10 متاع الصباح إميسيون إمبوسيبل برهان بسايس على EFM أحلى راديو. ما زلت تسمعوا فينا فيما تبقى من دقائق مع الأستاذ جمال الهمامي المحامي في آخر تطورات قضية أنستالينغو ملف محمد علي العروي تحديدا. أستاذ جلال تحكي على تصفية حسابات سياسية، دايوغ المحاليل الكل يحكيوا على تصفية حسابات سياسية، وعليش العباد باش تقبلها من عندك على أساس محمد علي العروي ضحية تصفية حسابات سياسية وما تقبلهاش من بقية المحاليل وأنت تقر أن الملف بالفعل يمثل ملف أمن قومي؟ في البداية شوف أنا مع إظهار الحقيقة، وإحنا كي نقولوا رو ملف تصفية حسابات سياسية إحنا ما نتكلموش بالتخمين أو بالظن أو بالتأويل، إحنا نتكلموا بالقراءة ونتكلموا بالحجج. باش نرجع لملف تونس تو، ملف تونس فهمت إشكاية فهمتني قدمتها هذه زعمت المذرة نهار 28 ديسمبر 2020. إيش تقصد ملف تونس؟ إيش معناها؟ بو فما بطاقة إيداع صادرة في سوسة وبعد ما بطاقة إيداع كملوا خلطوا والو في تونس. في تونس. السيدة هذه قدمت شكاية على أساس محمد علي العروي بتزها ومحمد علي العروي يستعمل في خصائص النفوذ ومحمد علي العروي يبيع في المقارن ومحمد علي العروي ضارع في الإرهاب و و و و و و. الشكاية هذه قدمت 28 ديسمبر 2020. تمشي مباشرة للسيد وزير الداخلية سي توفيق شرف الدين، سي توفيق شرف الدين وقدمناها ورغنا خرجناها الوثيقة هذه ما نسيت نتكلموا عبثا. سي توفيق شرف الدين يبهر الشكاية هذه بتعليماته نهار 30/12 ويحيل الوحدة المركزية للأبحاث بالعوينة. العوينة تباشر الأبحاث دون علم النيابة العمومية، تباشر الأبحاث وبدأوا يسمعوا في الشهود، جابوا زازار، جابوا تاجر من بنقردان، جابوا جماعة من الرجيش، جابوا خوه، جابوا أخته، جابوا كذا، وما نحكيش على الهرسلة وما نحكيش على الهرسلمو. وقتاش النيابة العمومية تتعهد بالملف هذا وتعطي فيه تعليمات بتاريخ 6/4/2021 يعني بعد 5 أشهر. سي توفيق شرف الدين لهنا بسيفتي وزير الداخلية من المفروض وصلت التنفيذية ما عنده حتى دخل رو في الإجراءات تاع النيابة. شنو اللي عمل السيد؟ خرق الفصل 2 والفصل 23 من مجرى التجارة الجزائية، وهي موضوع شكاية جزائية تقدمنا بها باعتباره أنه معناه اغتصب صلاحيات النيابة العمومية ومارس دور ليس له، وعهد الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة بخصوص البحث في الموضوع هذا. نرجع للشكاية، السيدة هذه إيه شكاية؟ وهي تراجعت في أقوالها لدى الباحث في العوينة، انتهى الأمر ولا رجع الملف للنيابة العمومية. النيابة العمومية قالت لا، بالنسبة لبنادق السيد تفرد ببحث مستقل، والصبغة الإرهابية اللي في الجهة من بعد تفرد أيضا ببحث مستقل. تمت العملية على ذاك الأساس وقعدنا انترتون نتبعوا في الملف. ساعات نحب نقول لك حاجه، قعد محمد علي العروي 3 شهور، معناتها انت تصور وقت يقدموا شكايه بجلال الهمامي، جلال الهمامي فعل رئيسي اول واحد تسمع هو. ما تبداش تبدا تتبع انت في التيموان ولا الشهود تحاول تاسس له في اركان ادانه قبل ما تسمعه هو. وقتاش تم سماع سي محمد علي العروي؟ بعد ما تسمعت العباد هذه الكل وعملوا ديليستينغ وعملوا الدنيا الكل، وبطبيعه الحال انا مانيش باش نحكي على بوتين اجراءات وغيره وهذا الكل ويتحكي في المحاكم ما يتحكاش هنا. قلت ان النيابه العموميه افردت مساله البنادق ببحث وكذلك مسألة القضية أو الشبهة الإرهابية ببحث آخر. من بعد وقت اللي صدرت بطاقة الإيداع، قبل تنرجع لك بعد مسألة الإرهاب، صدرت بطاقة إيداع في سوسة نهار 20 جوان، ليلة 20 جوان، ليلة الفاصلة ما بين 20 و21 جوان 2022، تحرك الملف هذا في وقت قياسي. جابوا أخوه من الرجيش معناها يمشي للأبحاث المركزية عاود يبحث بنفس الموضوع. علاش؟ على خطر الشكية هذه تعاود تشكي من جديد. ولينا نفتلكم معناها اشكي ارجع في شكاية ثم فيما بعد فيما وراء التفاصيل. بالنسبة لي جلال الهمامي يعني شكون اللي يعمل في السياسة ضد محمد علي العروي؟ توفيق شرف الدين دون سواه.
وزير الداخلية. ما مصلحة وزير الداخلية في أنه يستهدف شخص بعينه في هذه القضية؟ يستهدف شو مش بقول لك، هذه تصفية حسابات عايش خويا. أنا باش نحكيك بعض المعطيات. سهل يقولوا لي تصفية حسابات. لا لا لا، ما نحكيوش بالسهل يا سي بوريان، مانيش نحكيو بالسهل، أنا نحكي بمؤيدات ونحكي بوثائق، مانيش نحكي بالكلام أنا. أنا نعطيك أن باساج هيستوريك وقت اللي رجع سي محمد علي العروي من تركيا في 2019 وسي توفيق شرف الدين في الحكومة الثانية بعد سقوط حكومة الحكومة الأولى معناها، وسي هشام المشيشي تقلد منصب رئيس الحكومة، تعين سي توفيق شرف الدين وزير الداخلية. بالمناسبة رجع سي محمد علي العروي طلب منه معطيات بخصوص بعض المديرين العامين وبعض معناها يعني الإطارات العليا في وزارة الداخلية، جاوبوا بكل حرفية، قالوا راهو الأمر هذا لا يتعلق بمهمتي وراني أنا سمح لي نكمل لك ثم فيما بعد ربما ما كانش المزاج ولا كورون ما يتعداش ما بيناتهم. وقع الحق. ما يتعداش نقوموا نتهموا العباد أنه هما لفقوا القضايا. أنا ما نتهمش، أنا نحكي على الخروقات اللي ارتكبها السيد وزير الداخلية. الخروقات هذه بالنسبة لك أنت عبثية؟ ماهيش عبثية. لكن أستاذ جلال توا الملف ماهوش في يد وزير الداخلية، الملف عند القضاء. إيش معنى حتى القضاء يخدم عند وزير الداخلية؟ لا أنا مش نعطيك حاجة بسيطة. قاضي التحقيق اللي يصدر في بطاقات الإيداع يخدم عند. خلينا نتكلم معاك عادينا تو أنا كي نشوف ملف تونس بعد هالتطورات هذه الكل وبعد المعطيات هذه الكل وبعد التجريح اللي عملناه وبعد الوقت القياسي اللي صدرت في بطاقة الإيداع في تونس، وبعد ذلك تعهد قاضي تحقيق آخر وعمل لي سماعات وعمل التسخير اللازمة وعاود عيط لزعامة المذرة هذه الشاكية وقالت راهو لا بتزني ولا عمل لي حتى شيء، يصدر فيه قرار إفراج. بعد ذلك النيابة لا خلينا نكملوا لا ما عادش وقت ليه الخطوات القادمه شوف الخطوات القادمه احنا بالنسبه لينا في الكونفرنس دو بريس قلنا كلمه بسيطه الى بعد الحدود اني بالنسبه لي انا مازال عندي امل انه يكون القضاء قضاء مستقل ونحبوه قضاء وطني ونحبوا المشكله اللي تحسم في اطار الوطن وانا ما نحبش نمشي للتدويل ما نحبش نمشي للتدويل ماذا بينا الامور ترجع لنصابها وانا راني كي نتكلم من الموقع هذا ونقول انه بالنسبه لسي محمد علي العروي ما اعتبروش منوب راهو انا نعتبر محمد علي العروي راهو يخضع للقانون وراهو يحاكم كما يحاكم اي تونسي اما سمح لي سي محمد علي العروي راهو ماهوش رعيه وراهو ماهوش من الاياله وراهو مواطن تونسي وحق من حقوقه انه يحاكم محاكمه عادله. جلال همامي الاستاذ جلال همامي المحامي في قضيه انستالينجو مدافعا عن محمد علي العروي، شكرا جزيلا على الحضور وعلى التوضيحات. هذه ميسيون بوسيبل تبلغ النهايه بتاعها، كامل الفريق يقول لكم باي باي يا دوما.